أصدقائي، رجعنا لكم تاني في الفقرة التانية. بنرحب بالمهندسة صبا طلحة، مهندسة ديكور. النهاردة هنتكلم عن الألوان وتأثيرها في حياتنا، الألوان بكل الأشكال. بس صبا أول ما دخلت شدها قوي الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه، فعلى ما أعتقد هتنسى الألوان معانا. ازيك يا صبا؟ منورة يا صبا. منورة ديكور، ميرسي يا حبيبي، اتفضل. إيه؟ لا انا شايفه انه رأيك. يعني لا يعني مش بصي لا لا من غير ما لا بصي هو طبعا الست اساسي، الام طبعا اساسي في التربيه، انا معاك يعني ما فيهاش نقاش، لان هي اللي محتكه، هي اللي مع الولاد بمشاكلهم بكل يعني، هو الراجل بيبقى بره طول الوقت، فالام بتبقى يعني فاهمه نفسيه الولاد، فاهمه. انا معاكي طبعا، يعني لا اساسي قوي انها الام، ولكن الاب لازم يبقى سبورت ليها. برافو عليك، يعني بيدعم قراراتها، بيدعم طريقتها في التربيه، يعني ده اساسي يعني. هو عباره عن لكن الام داعم هي الاساس. انا شايفه ان هي الام الاساس طبعا. انا هو كده تمام، هو كده تمام. حضرتك كنت بتلغي الاب تماما؟ لا لا، تاني انا قلت الام سويه والاب سوي، اخر كلام اللي انت قلتيه ومسجل. الام سوي والاب سوي، مين الاساس؟ الام. الام، انا معاك. نسيبنا من الجزء ده بقى، ماشي. خلينا بقى نتكلم على الالوان في حياتنا. طب معلش ممكن اقول حاجه يعني قبل ما نخرج من الموضوع ده؟ انا بس عندي راي ان الاب يعني بجد لازم يبقى بيدعم الام في كل قراراتها وفي كل حاجه، ويعني هي الكلمه يمكن تكون كبيره شويه، يعني ما يكسرش ام ولاده. برافو، تمام، بجد معاكي. يعني احيانا بيبقى في مشاكل شخصيه بينه وبين الام، وما ياخدش باله ان الام دي بتتعامل مع ولاده يعني بنفسيتها، بقى لازم تبقى هاديه، لازم يعني بيكسرها الطفل ساعتها، ممكن يعني بيبقى عداء جواه. كويس، يبقى طبعاً. الدور الاساسي اللي هتعمله ان هي علشان ما يكسرهاش قدام ولادها، هي ما توصلوش للمرحله دي، علشان في بعض الاحيان يعني، عشان بس ما بقاش مدافع بس للراجل. لا لا، انت مش مدافع، ده انت حاطط حديد كده للراجل عشان ما حدش يبخ فيه بخلقه يا محمد. ما لا لحظه، خلينا في الالوان عشان كده الحلقه هتروح مننا. اخر حاجه انا مش معاك في الحته دي، المراه لا يعني لا. لازم تكون هي حريصه جدا، حريصه جدا في اختيار الوقت اللي نتكلم فيه، في اختيار الوقت اللي نتكلم فيه عن مشاكلنا. ازنقك ونخلص الموضوع ده بعد اذنك. لا، ست ذكيه اكيد بتفهم. تمام، مع احترامي لحضرتك، حته كده جت لخصه وهنقطع، انا مش هطول، انتوا اللي بتشدوني. لو الزوج متجوز واحده واثنين ورباع زي ما بيقول الدين الاسلامي، ده ماشي موضوع تاني خالص. اوكي، الست بقى ماشيه تمام ومربيه عيالها كويس وكل حاجه، هو جاي متضايق، هي هتعدل نفسها زي معاه. دخلتي في نقطه تانيه خالص. انا بقول لك الراجل جاي متضايق والست كويسه معاه، هي تعدله ازاي في اللحظه دي؟ احنا دخلنا في نقطه مختلفه خالص، احنا بنتكلم عن الرجل والمراه الاثنين اسويه. الراجل بيجي ساعات متضايق، هي تعمل ايه؟ تستقبله، ده هي المفروض ان هي الحضن، الحضن والدفى والامان والحنان. هو بقى غضبه زياده عن اللازم معلش، في ناس كده وفي ناس مش يبقى مستوي. نرجع تاني، تقدر تستوعب الراجل، هو ده يبقى مستوي، هي بتقدر تستوعب الراجل. انا بتكلم عن الراجل السوي، انا لحظه انا بتكلم عن الراجل السوي والمراه السويه، الاثنين لازم يدوا مساحه لبعض. لو في موضوع هيتكلموا فيه بلاش الخلافات أمام تبقى الأطفال. قدام الاولاد ده اكيد بعيد تماما، نقوا الوقت المناسب اللي تتكلموا فيه، لان الاطفال بيخزنوا تصرفات فيما بعد. نرجع تاني للالوان، ونتكلم على الالوان في حياتنا. اختار لنا لون ونتكلم عليه. اختار لون؟ طبعا كده هختار اللون المفضل ليا. اقولي ماشي وماله، نعرف جواكي ايه، اتفضلي. انا بحب اللون الفاروزي. الفاروزي انا بحبه جدا، حتى في لما بيدخل في اكسسوري في الديكور، يعني مع البيج بيبقى تحفه. يعني لا، هو بيدخل في الوان كتيره قوي اللون ده، يعني في الاكسسوري، في النجف، في الستاير، في السجاده، يعني حتى لو انت عندك الانتري مثلا بيج وحطيت الستاره تركواز والنجف تركواز والسجاده تركواز، بيبقى موضوع تاني خالص. ذوقك عالي يا باشمهندس. انا بحب قوي بحب قوي اللون ده. طيب، بحبه جدا. لو جينا نبتدي، وعلى فكره هو كمان نفسيا مريح جدا للاعصاب. كويس، لو جينا نبتدي ان احنا نكون زوج وزوجه مقبلين على ان هم يعملوا شقتهم ويبتدوا ان هم ينقوا الالوان والديكورات والحاجات دي، تنصحيهم بايه؟ الجديد اليوم. طبعا هم بيبقوا ماليين جدا للمودرن. كويس. يعني كتير قوي دلوقتي الولاد اللي طالعين ما بيحبوش خالص الكلاسيك، يعني بيحبوا المودرن. ف يعني يا ريت الالوان في الحيطان ما تبقاش الالوان اللي هي اللي بتثير الاعصاب، لان هم مع الاسف بدون وعي بيختاروا الوان
تسير الاعصاب زي. يعني زي مثلا حبيبتي. الاورنج الاخضر، الاخضر اللي هو الفتح الزرعي ده مثير يعني طبعا هو مودرن، لكن بعد شويه هم بيحسوا ان هم مش مرتاحين في المكان، لكن مش فاهمين ان الالوان اللي اختاروها اثرت على نفسيتهم. الاحمر مثلا، الاحمر برضه الاحمر بيدي ثقه، بس هو برضه ايه ما تقدريش تقعدي فيه كتير، او حتى ممكن يعملوا جنب مثلا يعني على حسب لون بقى مثلا حابين يعملوا اللي هم مختارينه. طيب ممكن بس يبقى جزء مش لون كامل. انا اقصد ده الالوان اللي بجد بتبقى ناجحه جدا، البيج الابيض، الالوان اللي هي البيزك الهاديه دي بتبقى ناجحه جدا في يعني الديكور. لو خلاص احنا هنبتدي ان احنا حطينا ال تصميم الحيطان الفرنتشر تمام، نبتدي بقى هل كل غرفه يجب ان يكون ليها لون معين، ولا البيت الشقه كلها لازم تكون لها لون؟ هي دي بتبقى راجعه جدا للذوق، يعني هو ممكن يكون مختار مثلا انا جايب مهندسه صبا تمام وجايب الشقه بتاعتي، انا بالنسبه لي وبقول لها اعملي لي التصميمات اوكي المناسبه اللي تناسبني، ان كل اصحابي او كل الناس اللي هتخشوا عندي يتفرجوا على الشقه بتاعتي يقولوا فعلا يعني لو مثلا الليفنج ليه لون، فانا اكيد هاخد درجه من اللون اللي موجود وهعمله في حيطه كويس وهاخد نفس الدرجه دي. طب ما نعكس نعمل الحيطه الاول وبعدين نجيب الحيطه الاول ونجيب يعني انا عايزك تعملي التصميمات. الحيطه اتعملت خلاص، هي مثلا لون مثلا لون بيج وممكن يكون او مثلا اوف وايت والفرنيتشر بتاعه موف ماشي، فهاخد حيطه اول بيبر في جزء وهعمله في الليفنج، واخد بقى برضو نفس اخد من الحيطان. انا اصلي عشاقه ان اخد الاكسسوارز عشان يخشوا في الاخر اندماج مع بعض مع بعضهم يبقى ماتشنج حلو قوي كويس. فدي اوضه مثلا ماشي. انا بفضل بقى في اوضه النوم انها تكون بيج، يعني تكون هاديه. فين الاحمريات والبمبات والحاجات دي؟ لا ده في حته ثانيه خالص كده. لسه قايله اصلا ان الاحمر مثير، فده نصيحه من هنا. لا 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 بس في طبعا في الوان طبعا بتبقى اهدى شويه، يعني البينك برضو لو حسب برضو لو في مثلا عندنا ستاره البينك الغامق شويه فناخد لون الحيطه ناخد يعني ديجرادي كده، ناخد الوان البينك بس في الهادي عشان برضو اعصابنا تبقى هاديه ما نبقاش يعني. طيب دي اوضه النوم. سؤال حضرتك مرتاحين. نقوله يعني للناس، هل هم لما يحبوا يجيبوا باش مهندسه صبا عشان يختاروا الالوان، هل هم يسيبوها براحتها كامل مكمل، ولا حضرتك بتاخدي ارائهم الاول ان الافيد وان الاحسن؟ طبعا طبعا انت لازم بتقعدي معاه وتقعدي معاهم الاثنين وتفهمي ذوقهم، تفهمي ميولهم ايه، حابين ايه، ايه الدرجات اللي حابه. بنصحهم لو شايفه ان الدرجات دي هتتعبهم مش هتكون مريحه بالقرار. او الاوضه صغيره وهم عايزين لون يضيق يعني يدي المساحه اقل فطبعا بنصحهم، لانه بما انهم جولي فواثقين في ذوق اكيد طبعا. ففي الغالب في الغالب بيبقى هم يعني في منهم اعمل اللي انت عايزاه وفي منهم بيقول هو عايز ايه، وطبعا بحترم ده وبقرب من ذوقهم يعني كمان. لازم بقرب من ذوقهم طبعا. هو قبل ما اسالك السؤال اللي جاي كان النهارده المفروض ان يكون معانا عبير. ايوه عبير المفروض ان احنا بنتصل بيها علشان تخش معانا في الحوار. ايه الالوان اللي تدينا مساحات اكبر؟ الالوان اللي بتدينا مساحات اكبر كل الالوان الفاتحه، يعني كل يعني اي درجه بقى تعجبك بس تكون درجه فاتحه انت حاببها مع الفرنيتشر بتاعك فاستخدم الوان فاتحه، لكن اي الوان غامقه ابيض الالوان اللي هي المكان. العاديه دي طب الرمادي يعتبر من الالوان الارضيات؟ الاوف وايت طبعا بيدي مساحه هايله في المكان. الباركيه باركيه هايل طبعا وشيك في كل المودرن والكلاسيك يعني بيمشي مع الاثنين حلو قوي الرمادي يعتبر من الالوان الفاتحه طبعا. طبعا الجراي برضو بيبقى من الالوان الفاتحه اللي بتدي مساحه. بتعتمد كتير في ديكوراتك على المرايات؟ لا ليه يعني في مدرسه في مدرسه من المدارس بتقول ان المرايات بتدي بعد كبير وبتدي مساحات اكبر. طبعا هنجاوب على السؤال ده بس الاول عبير ازيك؟ الو الو ايوه عبير الو ايوه يا محمد احنا مفتقدينك النهارده الف سلامه. ربنا يخليك عبير معانا استوديو مضلم من غيرك يا عبير. ربنا بجد مفتقدينك والف سلامه. ربنا يخليك ربنا يخليكم. صابه معانا النهارده مهندسه ديكور وبتتكلم على الديكورات وبتتكلم على ازاي ان احنا نخرج نفسنا من حاله نفسيه لحاله نفسيه كمان من عن طريق الالوان. معاك
انا سمعيك يا محمد وسمع الجزء الاولاني، والاول مره ابقى معاك في نفس الراي، يعني ان الام فعلا التربيه بتاعتها يعني 70% فعلا هي اللي عليها الاساس. شكرا يا عبير، ربنا يخليك يا رب. لا بس ما تاخدش على كده كتير. طيب عبير، لو هنتكلم بقى على الالوان، ايه رايك في الموضوع وعايز تعرفي ايه من صبا؟ الاول برحب بصبا، وكان المفروض ان انا ابقى معاها ومستقراك يا صبا. ميرسي. وبعدين انت هربتي كمان، هربتي من عزومه كنت عازماها لنا النهارده. المفروض. معلش والله انا حسيت فعلا ضغطي كان واطي جدا فما قدرتش ان انا اجي. معلش. طب صبا بقى اسالها، انا متابعه طبعا الحلقه وكنت عايزه اسالها في بالنسبه للالوان، في فعلا بسمع ان في مساحه بتبقى صغيره وانت بتعملي الوان معينه بتكبر الاوضه دي او المساحه دي، هل في الوان فعلا ممكن تكتر لي المساحه او تكبر المساحه بتاعتي؟ اسمعي الاجابه ما تروحيش مننا يعني، لان في حاجه حصلت قريب جدا. نصابه كانت موجوده بس تقولي الاجابه دي وبعدين نخش على الجزء الثاني. لا قولي بقى. لا انا جاوبت على سؤال بس هي تقريبا عبير ما سمعتش. هو كل الالوان الفاتحه بتدي مساحه، يعني طبعا. كل ما كان اللون فاتح فهو بيديكي مساحه اكبر يعني. لا انا فعلا انا تابعتك لما انت كنت بتقولي ان في ناس مثلا بيجيلك بتبقى عندها مساحه صغيره وعايزه تكبرها. لا انا دلوقتي ما بتكلمش عن دي، انا ممكن ان انا اعمل مثلا الوان فاتحه في الشقه كلها، ده بيديني مساحه للشقه كلها ولا مساحه صغيره؟ يعني لو انا عندي مثلا اوضه ان انا اعمل اللون بتاعها فاتح مثلا او غامق او وات ايفر يعني، ده دلوقتي ده مثلا ممكن المساحه اللي عندي كلها بتاعت الشقه ممكن استخدم نفس اللون؟ ممكن تستخدمي نفس اللون بس هنلعب بقى في العواميد، في حتت كده كورنر مثلا صغير فيه عمود نقدر ناخد بيه لون، يعني ما ناخدش بيه مساحه كبيره برضو يدي تاتش حلو في المكان. طب الاكتر اللي هو بيديني المساحه المرايات في المكان ولا الالوان؟ يعني احنا كنا مختلفين يعني لسه عبير من شويه وكنا لسه بنتكلم في الموضوع ده. يعني لا انا عايز اقول حاجه مهمه جدا، احنا كنا موجودين في مكان بيعمل ديكوراته الجديده وكان تعليق صبا على المكان اللون الاحمر، لا لون الاضاءه، لون الاضاءه. الاضاءه ده حاجه مهمه قوي، كويس انك جبت سيره الموضوع ده. لانه يعني ساعات حد بيبقى عامل ديكور حلو قوي لكن بيروح في حته تانية بسبب الاضاءه، لان الاضاءه دي بتاثر تاثير كامل على الديكور. يعني هو كان يعني ممكن تضيع لي مكان معين بالاضاءه بتاعتي، ان انا ممكن الاضاءه بسيطه ممكن تضيع المكان او شكل المكان. طبعا طبعا. يعني قولي لنا ايه اللي حصل. يعني هو احنا كنا في مكان وكان المكان ده مكان مكان كويس كان خلاص المكان رائع على فكره، المكان هايل. احنا على العموم احنا معزومين للافتتاح طبعا. المكان هايل طبعا. المكان حلو قوي و ده كده اعلان يا محمد، ده كده بتعملي اعلان صح؟ ايوه. طب ما نقول المكان ده موجود عند مين طبعا. احنا كلنا معزومين. اكيد اكيد تشرفوا. لا هو هايل بجد، المكان عجبني قوي حقيقي، مكان حلو قوي. فالمكان شيك وعاملين كل حاجه فيه حلوه. اتفاجئت ان الاضاءه المكان ده مش هيمشي معاه خالص اضاءه بيضاء، يعني هو لازم الاضاءه تكون الاضاءه الصفراء. فطبعا اقترحت عليهم فبجد فرقت في الشكل. وساعات يا باشمهندس برضه العكس، يعني في مكان بيبقى يعني ابسط الامور مكان فيه دراسه او كده، لو الاصفر ده اعتقد بيخلي الواحد مش مستوعب نايم او كده، يعني الاصفر ليه مكان معين في اضاءه فيه بقى الاندايركت. الاضاءه الاندايركت ان انت يعني الاضاءه بتاعتك من الاباجور، من يعني بيجيلي طيب. ممكن ان انا اخد الاضاءه من حسب لون، يعني مثلا لون الاضاءه باخدها من لون مثلا الحيطه او لون المكان او العفش اللي موجود حاليا في الاوضه مثلا، ولا بيبقى صعب؟ لا صعب قوي ان انا اخد لون في يعني لا لون. انت اخترتي لون الاصفر، طب انت اخدتي اللون الاصفر على طبعا إيه؟ لا الاصفر مش معنى الاصفر، لا انا قصدي الاضاءه الصفراء مش اللون الاصفر، انا قصدي الاضاءه تكون صفراء. أيوة مش بيضاء. ايوه لان ليه؟ طب ما انا دلوقتي في دلوقتي اللي هو الكورنيش او ميه النيل كده بتبقى ممكن ان انت تختاريه ازرق، يبقى جميل. لا انا ماشيه كده حبيبتي، انا اقصد الديكور نفسه،
يعني الديكور نفسه. بصي ماشي الخشب ماشي. عامه بصي بصي هو بيدي دفء للمكان، بيدي شياكه للمكان. سامعاني سامعاني الاسبوع الجاي انت لازم تكوني معانا ان شاء الله، تمام؟ والسؤال ده هتجاوبه صبا على الهواء، يعني هتقول لك الاجابه، لان هي كان لها رؤيه، كان ليها رؤيه في الاضاءه على حسب المكان اللي موجود، وفعلا اختلفت الاضاءه. هو بيأثر الاضاءه بتأثر فعلا على المكان. طبعا انا عارفه الضوء طبعا. عبير لازم ان شاء الله تكوني معانا الحلقه اللي جايه ان شاء الله، وفي انتظارك ان شاء الله يا محمد ان شاء الله. شكرا يا عبير. طيب بالنسبه للاضاءه اعتقد من المفترض انها بتتعمل طبعا لو دوت غرفه نوم او دراسه او قاعد، اكيد بيبقى في حاجات معينه اختلف. صح كده؟ يعني الواحد مثلا لو هينام بيبقى الاضاءه هاديه، ممكن الاثر ساعتها. والله انا عايزه اقول لك ان يعني علميا الاضاءه وانت نايمه مطفيه. لا انا يعني اقصد القعاد، يعني انا في اوضه النوم اوريدي ما بستخدمش الاضاءه القويه لاي شيء، فبتبقى ساعتها بختار حاجه هاديه. بتختاري حاجه هاديه عشان تبقي انت مريحه اعصابك، انت جوه البيت تمام. فجوه البيت يا جماعه تنسوا كل حاجه، ويعني وكمان عايزه اقول للناس يا جماعه وانتوا بتختاروا بيوتكم بجد لازم تختاروا اللي بيريحكم، تختار شخصيتك. انا معاك يا بنتي بجد، اختار نفسك ايا كان الديكور بقى بره، انت ما بتختارش حاجات طيب. كتير عايزين نقول بسرعه جدا، الالوان بنشوف بعض الشخصيات لابسه الوان بعيده عن بعض اشكال. يا حرام مش عارفين يعني. طب قولي لنا بسرعه كده ايه اللون اللي يمشي مع ايه، اللون اللي يمشي ايه، اللون اللي صعب ده يمشي مع ده في اللبس. اعتقد بسرعة. صعب لا لا صعب. اقول لك ليه يا محمد مع احترامي للاستاذ، شو انت قلتي لسه لا مش مهندسه قالت كلمه دلوقتي بتقول ان الموضوع صعب تشوفه، فطالما صعب تشوفه يبقى صعب تصلحه، يبقى سهل تصلحه اكيد سهل. يعني ايه الالوان ايه الالوان اللي لازم تبقى مع بعض، وايه الالوان اللي صعب تكون مع بعض؟ مش اقول لك ليه، اقول لك ليه مع احترامي لحضرتك طبعا انت هتجاوب على السؤال. بس مثلا ساعات بيبقى اللون فوق لو حاجه ملبوسه ضيق ما بتلاقيش مثلا، حتى لو اللون ماشي على بعضه ده واسع ده ضيق ده مش عارف. ما بتكلمش على الواسع ده، انا بتكلمش على الواسع، انا اقصد الالوان ساعتها ممكن برضو ما تتناسبش. انا بتكلم على اللون نفسه، وعلى حسب اللون مع اللون الشخصيه على فكره بجد. يعني انت حتى كل بني ادم بيبقى لابس طب ايه الالوان اللي ما تمشيش مع بعض؟ بلاش الالوان اللي ما تمشيش مع بعض. يعني مثلا ممكن حد يلبس لون اورنج على اخضر ده بيبقى ماشي فقره يعني ماشي مثلا بجد. طيب يعني احنا متعودين في كل حلقه ان احنا بنقول مجموعه من الاسئله ليه وجوائز. النهارده هنقول الاسئله والاسبوع اللي جاي هنسحب على كل الجوائز اللي بنقولها. اول سؤال النهارده بنقدمه من قريه بدويه. قريه بدويه في كل اسبوع بتقدم لنا جائزه دعوتين للعشاء لفردين، دعوه للعشاء لفردين. قريه بدويه اول ما بتروح في سيتي ستارز في الدور الرابع اول ما بيقابلوك بقهوه عربي وتمر. يعني اول ما بتتقابل بيقابلوك بالقهوه العربي والتمر، دي التحيه بتاعتهم. قريه بدويه الاكل عندهم قوي جدا، لازم تروحوه وتشوفوه، مكان حلو قوي هيعجبكم على طول. سؤالنا النهارده ايه التحيه اللي بتقدمها قريه بدويه في دخولك للمكان؟ طبعا انا قلت الاجابه سهله جدا. انا لسه كنت اقول لك انت كده كنت مغشش يعني اقول بقى انا توهتني معاك هجاوب طيب على طول. ايوه طب ممكن اجاوب انا واخد انا ولا ايه؟ انا مش جابوا الناس اللي هتبعت لنا هم يعملوا ايه؟ ما انا اخد بره الكاميرا واجي هم عرفوا الاجابه خلاص. السؤال الثاني شركه الفراعنه المهندس عيد العدس بيقدم لنا كل حلقه 250 جنيه. سؤالنا النهارده انواع القراميد اللي موجوده في شركه الفراعنه للاستيراد والتصدير. سؤال ثاني موقع inmasr.com inmasr.com الموقع ده مقدم ثلاث عروض مهمين جدا للمقبلين على الزواج، عروض للشباب، عروض قويه جدا. الموقع كمان بيساعدنا ان احنا اي حد فينا عنده منتج مصري، عنده منتج مصري او نسبه انتاجه 40% من الصناعه المصريه بيقدر يخش على الموقع ويبعت لهم صور للمنتج بتاعهم وهم بيقوموا بتسويق هذا المنتج، وعرضه بشكل جيد على الموقع. وبعد ما بيسوقوا بيقدروا ان هم يحصلوا لك فلوس، بتقدر ان انت تبقى موجود على اكبر سوق تجاري. موقع inmasr.com ليه شعار، اول ما بتخش على الموقع في شعار هم دايما كاتبينه. ايه شعار موقع inmasr.com؟ اصدقائي احنا كل اسبوع بنتقابل قبل الميعاد بساعه. ان شاء الله ابعتوا لنا الاجابات على الواتس اللي بيظهر على الشاشه وتواصلوا معانا، وابعتوا لنا كمان صور الاطفال اللي عندكم على نفس الواتس. بشكرك عبير. ميرسي يا محمد.
صبا مهندسه صبا مهندسه ديكور بشكرك ويا رب نكون قدرنا النهارده نثبت ان الام هي بعدين بقى بعدين كله ضدي اصدقائي كنت معايا انا اتشرفت بيك يا باشمهندسه وان شاء الله يكون لنا لقاء برضو في الالوان اكتر من كده ان شاء الله اتشرفت بيك يا محمد اصدقائي كنت معاكم محمد هاشم منتظرونا الاسبوع القادم في برنامج كل الناس نيوز شكرا